فقال الله عز وجل هنا بعد ذلك صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ليس المقصود أنهم صم بالكلية ولا عمي بالكلية ولا بكم بالكلية، لكنهم صم عن الحق، عمي عنه بكم عنه. والله عز وجل رزقهم سمعا، رزقهم أبصارا، رزقهم قلوبا، فلما لم ينتفعوا بها، لم يجعلوها فيما ينفعهم، جعلها القرآن كأنها لم تكن. وهذا سنن القرآن في الحكم على الأشياء. قال الله عز وجل وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، ثم قال فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله، مع أنهم غير ذلك يسمعونه، يعونه، يرونه، ينطقون به، لكنه في خلاف ما هو حق. والقرآن نزل بلغة العرب، فلما نزل القرآن بلغة العرب جرى على سننهم في الكلام، والعربي يقول صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بشر عندهم أذن. والمعنى أن الإنسان أحيانا تمر به كلمات، فإن كانت الكلمات لا تليق بمقامه كان صممه محمودا لا يريد أن يسمعها. والعربي يقول ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت قلت ثم لا يعنينني. وإن كانت الكلمات خيرا يسمعها، لكن هذا في مقام المدح، أما الآيات هنا في مقام الذم. قال الله عز وجل عن أولئك المنافقين صم بكم عمي. وطرائق الانتفاع الحقيقية أن يرى الإنسان بعينيه، أو أن ينتفع بقلبه، أو أن يسمع بأذنه. فلما سد الله عز وجل عليهم الطرائق كلها كان محال بقدر الله ومشيئته أن يصل الإيمان إلى قلوبهم. ثم قال الله عز وجل صم بكم عمي فهم لا يرجعون. لا يرجعون إلى ماذا؟ لا يرجعون إلى الإيمان الذي كانوا أول الأمر عليه. ليسوا كفارا، هم كفار من كونهم منافقين، لكنهم أول الأمر آمنوا ثم كفروا. لهذا قال الله عز وجل فهم لا يرجعون. لما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة نفسها أهل الكفر قال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي. لم يقل الله فهم لا يرجعون كما قال عن المنافقين، قال فهم لا يعقلون، لأنهم كانوا كفارا وما زالوا كفارا. أما المنافقين القرآن يقول عنهم ذلك بأنهم آمنوا أي بألسنتهم ثم كفروا قلبا ولسانا فطبع على قلوبهم. وهذا يلتفت إليه في تذييل الآيات أن يكون على بينة.